قالت مصادر محلية في محافظة ريما غرب اليمن إن طفلا يدعى زكريا السعيدي أقدم على الانتحار شنقا بعد رفض الميليشيا الحوثية قبول عودته إلى المدرسة التي طرد منها بسبب عدم تسديده ما يسمى بالاشتراك الشهري والمقدر بنحو 2000 ريال. كما وحاولت الميليشيا التغطية على جريمتها بزعم أن الطفل انتحر بعد أن رفض والداه ذهابه معهما إلى صنعاء، مرجعة ذلك إلى ما أسمته بالتأثر بالمسلسلات التلفزيونية غير المناسبة مع أعمار الأطفال.